معانا السيد ام علي. ايوه السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك، السلام اتفضلي يا فندم. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل عام اتفضلي. وحضرتك بخير. وحضرتك بصحه وسلام انا وبعافيه. بقالي اكتر من سنه مش عارفه اوصل لحضرتك يا دكتور عمرو. اهو انا مع حضرتك اهو، اتفضلي. انا دلوقتي والدي مديني حته ارض من 50 سنه. طيب بقالي 50 سنه بنيت فيها بيت يعني. طيب 50 سنه بعد كتبها لك بيع وشراء؟ لا لا ولا اي حاجه خالص. بعد فدلوقتي والدتي كتبت لاخواتي ما يخصها في ابويا للصبيان بس، انا بنت واحده وانا الكبيره عندي اكتر من 70 سنه. فهم دلوقتي عايزين مني 50 ألف في الارض اللي انا قاعده فيها دي. طب ما هو سايب بيت كبير يجي 200 متر وكان في حته ارض على الطريق العمومي. بعد ما والدي مات عمامي قالوا دي بتاعتهم. طب هو سؤالي بس يا حاجه ام علي، بس عشان ما ياخدناش الكلام. حاجه ام علي، انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. الاول خالص، هم كانوا مقرين ان والدك وهبك الارض دي ولا لا؟ كانوا اطفال ياب، انا الكبيره حضرتك، كانوا اطفال. طيب كويس قوي. فهم كانوا دلوقتي اطفال وانا الكبيره وهو توفى برضه. فانت ما عندكيش اثبات ان الارض دي بتاعتك. ما هو بقى احنا يعني زوجي دخل الكهرباء من سنه 74 فيه. ما هو ده السؤال، انت دلوقتي الارض دي ايه الدليل ان هي الارض دي بتاعتك؟ ما هو ادهاني من غير عقد ومن غير اي حاجه حبيبي، عشان انا بنت واحده. طيب كويس، يبقى هما بقى كبروا دلوقتي وفي ارض. اجاوب حضرتك بقى بعد كده. طيب اتفضل. ووالدتك بقى ورث، والدتك ورثت ميراث شرعي من والدك؟ لا هو البيت 200 متر على 4 ادوار على شقتين وفي حته ارض بعد كده بعد ما لا خليني بس، انت بتقولي بس والدتك ادت اخدت اخواتك كتبت الصبيان. ما يخصها في والدي للصبيان. ايوه وأنا كده لا. يعني هي دلوقتي جالها ميراث من والدك بس هي توفت. طب حاضر، بس حاجه ام علي، بس واحده واحده، بنمشي خطوه واحده. اكيد ما كتبتش وهي ميته، اكيد كتبت وهي عايشه. وهي عايشه ايوه. طب وهي لما كتبت لاخواتك كتبت نصيبها اللي أيوة. هو في اسمعي بس دلوقتي، اللي هي في الحاله دي هيبقى التمن، فكتبت التمن بتاعها لاخواتك الصبيان، صح كده؟ وانا لا. بيع وشراء؟ معرفش بقى، هي كتبت ورق وهم خدوه. طب يعني وثقت الكتابه دي. طيب معرفش يا بابا. طيب فين بقى انت بقى، فين سؤالك بقى؟ انا سؤالي بقى، انا عايز اعرف بقى عايزين مني 50 ألف في الارض اللي انا فيها دي ليه دلوقتي بعد 50 سنة؟ الارض اللي كانت اداها لك ابوكي من 50 أيوة سنه. ايوه من طيب. 50 سنة. هجاوب على حضرتك. حاضر. بصي يا حاج ام علي، دلوقتي الارض دي هم بيطعنوا في ملكيتك للارض دي. ليه؟ لان انت ما عندكيش وثيقه تثبت ان انت كنت تملك الارض دي. وما اظنش ان طعنهم ده كان النهارده، ده طعنهم ده من زمان. يعني اول ما شابوا وكبروا قالوا لك ان الارض دي ما فيش دليل على انك انت ملكاها. طب والحل هو ايه؟ لازم يكون عندنا نشوف هل في شهود شهدوا ان والدك اعطاكي هذه الارض عطيه ثابته. طب ولو ما فيش شهود ايه اللي حاصل؟ هنضطر نتفاوض على ده بقى، لان هم منكرين ملكيتك لهذه الارض. مش بس منكرين ملكيتك للارض دي، ده هم شايفين كمان ان انت استفدت بيها طول المده دي من غير وجه حق. يبقى الحل هو ايه؟ اما نرتفع الى القضاء عشان يفصل بيننا والنظر في الادله، واما ان احنا نجلس جلسه تحكيم، لان احنا ما عندناش دليل يدل على الملكية الثابتة لهذه الارض. بدل في تنازع على هذه الارض وليس هناك وثيقة تدل على هذه الملكية، ما يقدرش حد يحكم على ان انت تملكي هذا الارض بدون وثيقة. ولذلك يبقى احنا عندنا اما ان يكون التحكيم ده، ولازم يكون التحكيم من عارف باصول الشريعة واصول الدين، واحنا عندنا لجنة لفض المنازعات في دار الافتاء المصرية، فممكن تلجأوا إليها عشان تفصل ما بينكم في هذا النزاع المالي. ولكن لازم كل واحد فينا يبقى عنده أدلته عشان نقدر نثبت هذه المسألة. احنا خلاص، احنا دلوقتي في نزاع، اللي حضرتك بتحكيه ده اسمه نزاع. فالنزاع إما يكون نزاع بيتحل بالتراضي أو يتحل بالقضاء، ليس هناك حل تاني غير ده. فأنا نصيحتي إن انتوا تلجأوا للتحكيم لو كنتوا عايزين التراضي وعندكم لجنة فض المنازعات، أو تلجأوا للقضاء. ما فيش مخرج في القصة دي غير كده. معانا الحاج محمد من الجيزة. محمد نجيب يا دكتور. أهلا وسهلا يا حاج محمد. أولا السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم.
ماليش سؤال، بس أنا بحيي حضرتك لأن متابع البرنامج، وحلقة النهاردة حلقة ممتازة 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 الله. إلى أبعد مدى. ده من فضلك يا مولانا. يا الله يجزيك كل خير، ده من فضل الله علينا. الله يرضى عنكم. محمد نجيب اللي مع حضرتك موجه عام لغة عربية وتربية إسلامية بالمعاش. يعني حضرتك الكلام اللي أنا قلته ده أنت شفته بعينيك حضرتك. يعني نعم يا سيدي نعم، عشان كده أنا قاعد مبسوط جدا. ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في حضرتك ويفتح لك أبواب كل علم وفقه. الله يبارك في حضرتك وانا شاكر لحضرتك جدا. وده لا ما تشكرنيش، ده احنا نشكر ربنا اللي بيهيئ لنا علمائنا الافاضل ويسخركم لينا، ربنا يحفظكم وينفع بيكم يا مولانا. الله يعز حضرتك وان شاء الله ربنا يحفظك. الحلقه دي واللي قبلها واللي قبلها انا بتابع البرنامج على طول، وخصوصا ان انا في المعاش. الله يعز حضرتك. ما هو الحياه بتبتدي يعني في السن اللي حضرتك فيه ده، محتاجينها من زمان. حاضر يا سيدي، ان شاء الله نكررها ونخلي فيه سلسله حلقات في ده. انا شاكر جدا لحضرتك، وانا انتوا مش متصورين انا سعيد جدا بهذا الامر، لان انا لما كنت بحكي هذه الشهاده على العصر انا بحكي اللي انا عشته، فكون حد يجي وياكد الكلام ده فكان شيء مهم جدا جدا. ليه طيب؟ لان هذا لابد ان مش بس يتكتب في التاريخ، لابد ان يدون في علم، هذا العلم يحاول ان يحصن تدين المصريين من كل الهجمات دي. التدين بتاعنا كان تدين فرح، التدين عند الناس دلوقتي في مصر شويتين ثلاثة بقى تدين في كآبة. ما ينفعش ناس كانوا بيتعبدوا ربنا بالابتسام، وكانوا لما يشوفوا بعض في كل حتة يبتسموا في وجوه بعض. ما ينفعش ان السنن دي تختفي من حياتهم عشان الناس سايبة كل من هب ودب يفتي.